أخونا الغالي فضى بن مفرح الرياحي، ابن عم فقيد الوطن وفقيد الشعر والمرجلة فيصل الرياحي جعل عظامه الجنة. أروي لنا يا شيخ فضى قصة ذاك اليوم. أولا أرحب بك يا الغازي، ذاك اليوم يوم نسميه اليوم المشؤوم يوم السبت. أنا ذيك الأيام كنت مدير مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة الخرطوم، تقريبا الدوام الساعة 7 صباحا. اتصل علي أحد الزملاء الله يرحمه ويسكنه الجنة، سلطان مخلد السبيعي، واتصل علي قال أبو عبد الله وينك؟ قلت أنا في المكتب. قال فيه من ربعك الريحات جعل يوم حادث المستشفى عنا في الطوارئ. طلعت على طول من المكتب ورحت للمستشفى، قابلني عند باب المستشفى الله يرحم ويرحمهم جميع. تدخلني على قابلني زميلي الله يرحمه سلطان بن مخلد السبيعي عند باب الطوارئ. تدخلني في البداية على حبيب الله يرحمه طامي بن سعد الزوقي الشاعر الكبير، فقابلته وكان فيه كسر في الترقوة، كان يرشدني عن فيصل. فيصل وينه؟ فيصل وينه؟ فيصل طيب. هو مع فيصل في الحادث، في نفس الحادث هم كانوا ثلاثة، فيصل الله يرحمه وحياة طامي بعد بن سعد المرزوقي الله يرحمه الشاعر الكبير، وابنه ولد أخو الشاعر فيصل واللي كان يسوق السيارة أعتقد في ذاك اليوم. بعدها طلعنا للمنصور، لما جيت في المستشفى كان في إشاعة ويشتكي من ظهره، سألني عمي 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 وينه عمي وينه؟ قلت عمك الخير وطيب ما في. هذا اللي كان يسوق؟ اللي كان يسوق حسب الرواية انه كان هو اللي كان يسوق. فكان يسألني عن عمي عمي وينه عمي وينه عمي وينه؟ قلت عمك بخير وطيب. فبعد ما طلع ناس، بعد ما تطمنت وشفت الولد ابن اخي فيصل منصور، فسألت سبيلي وين فيصل؟ قال فيصل يطلبك الباحة. قلت فيصل وينه؟ قال فيصل في الثلاجة. قلت يا طمشينا الثلاجة والثاني الثلاجة، وطلعنا الثلاجة سحبت من الثلاجة كشفت عن غطاءه، لقيت وجه مبتسم سبحان الله، رسم ربي على وجهه ابتسامة، سبابته مرفوعة. لا إله إلا الله، الله العلي العظيم في هذا الوقت الفضيل أن يرحمه يرحم جميع أموات المسلمين. اللهم فعلا كان يوم كئيب، يوم حزين، مو على علينا كقبيلة الريحات والقومة، على المملكة كلها. شيخ سعد، أنت واجهت معاناة كبيرة، 20 سنة ما ولدت الحرمة. أي والله، وهذا أول شيء أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، كتب الله علينا ورضينا به وتسببنا في الأسباب، رجعنا مستشفيات كثيرة، عيادات كثيرة حكومية على حساب أمارة الرياض الله يجزاهم خير. خلينا 19 سنة كل المحاولات سويناها، والله إن بعض الدكاترة يقول ما فيكم شيء، وعرضت المرأة علي قالت يا ابن حلال، قالت تبغى تلحق عمرك وتدور لك مرأة دورها؟ قلت أنا واثق في الله إن الله لم ومر إنه بيرزقني من سوى من غير إنه بيجي يدر، وصابر ومحتسب عند الله سبحانه، لأن الصابرون أجرهم بغير حساب عند الله سبحانه. يا الله. في 19 سنة خلاص آخر محاولة كانت مستشفى الحرس في جدة، طلعنا قلت أنا طلبت إن سلعت تقولي لي مستشفى، ولعت تقولي لي مرت إنك تعالج في المدينة ولا في الخميس ولا في القصيم، اذكري حالك على الله. اي والله، خلي حالك على الله، ترى الله بيعطيك، والله ان يعطينا الله، وانا ترى ماني متزوج، راضي وراضي وراضي بحكم الله سبحانه وتعالى، وتطمني. الله يجزاك. خذينا شهر ولا شهرين وقالت انا بطلب منك طلب، انت ما تشوف لي يتيم اكفله، وهذه بادره طيبه في كفاله الايتام خاصه، لكن احنا في مجتمع مثل تربة وفي قلت هذا بيجي من جدا طفل صغير، كيف يجي محرم؟ كيف يجي كذا؟ عندك بنات خواتك ان شاء الله، وانت اخذ كل حالك على الله. خذنا شهرين لقيت مهرجان الجنادريه في الرياض، وزاره الموارد البشريه فاتحين مكتب اسم مكتب الجمعيات، يعرفون بالجمعيات، قلت اقدر افتح جمعيه ابك في الايتام؟ قالوا حنا نعين ونعاون، راجع مركز التنميه في تربة هم يعينون. رجعت الاستاذ فضل الله يبيض وجهه ويجزاه خير، الرجال ذا هو اللي ساعدنا ووقف معنا، قدمنا في جمعيه وجتنا الجمعيه في رعايه الارامل وايتام والمطلقات. الجمعيه اللي انتم شفتوها هذه سميناها عائل، انا وياه، هي ماسكه القسم النساء وانا ماسك الرجال، متطوعين، والله يشهد علينا الله ان عملنا متطوع لله، وقاموا معنا رجال في مجلس الاداره وفي الجمعيه العموميه ادعمونا وقفوا معنا. ما تاخذون ولا ريال؟ والله ما ناخذ، لان موظفين، هي موظف وانا موظف، دولتنا ما قصرت علينا ولا رواتب، والله اللي يشهد علينا. يا هذا عمل متطوعين فيه لله، وتوظف في الجمعية ناس وقاموا معنا. خذينا 6 شهور، قالت المرأة شوف هذه القصة دم،
يمكن في شيء انا ما اقدر اعطي سبنج. قالت ما في شيء. اطلع الزعلانه قالت بغير يبون تحاليل ويبون مختبرات. انا مستعجل وطالع من المدرسه ومستعجل قلت سوي تحليل. دخلت الفلبين علينا قالت ما دام حصه انت حام. انهارت المره قالت يمتح في احد في تحليل ثاني في شيء ثاني والله لا علاج ولا كثير ولا قليل.